قابلت سوبر كوب بين ليسبيرونس والسي اس اس، مقابلة نهائي كأس الممتاز تبدأ 5:30 إن شاء الله. وبلاتو خاص بالمقابلة يحضر معنا اليوم اللاعب السابق الترجي سيف المحجوب. أهلا بك سيف. مرحبا سلام ومرحبا بالمستمعين الكل. صح حوالك، شنو الأمور؟ الحمد لله. الحمد لله. أيضا المحلل الفني سيمون جيب إبراهيم ولد الدار. سيمون جيب، شنو حوالك؟ مرحبا، بارك الله فيك، شكرا، ومرحبا بالضيوف، وإن شاء الله تتعدى حصة في فورما نجم كي الحمد لله كالعادة ديما. إن شاء الله نعطيو الإضافة، لأن اليوم الرياضة أبزوان دو ناس اللي يفيدوا الرياضة مش يستفيدوا من الرياضة. أيضا يحضر معنا اليوم مراسلنا في صفاقس فاضل بوجناح، جاي خصيصا لمتابعة مقابلة سوبر كوب. فاضل، شنو حوالك؟ مرحبا سلام، مرحبا سيف، مرحبا سيمونجي، ومرحبا بالسادة المستمعين. متعودين بك صوتك اليوم صوت والصورة، اليوم أول مرة لايف في الراديو. مرحبا بك فاضل. دونك نبداو نحكيو على المقابلة، ناخذ كلمة كلمة مع ضيوفنا قبل ما ندخل اكثر في التفاصيل. سيف، كيفاش تشوف الماتش اليوم الاسبيرانس، خاصه يجي سوبر ثاني في ظرف اسبوع بعد هزيمه اولى؟ كيفاش تشوف اليوم الماتش؟ اكيد معنا ماتش كبير، ماتش زوز جمعيه كبار دوبي سيزون بيان سور، ما نساوش معنا مازالت العباد في البريباراسيون، مازالت الملاعبيه مازالت مش عندها كما نقولوا معنا ليتا فيزيك مازال مش 100%، مي كوميم ماتش كبير، ماتش تستناه برشا عباد تتفرج فيه. بالنسبه للاسبيرونس سي فري، ما بعد ديسيبسيون الاولى اللي صارت كنت كونتر مستير، غير اللي نتصور اللاعبين تاع الاسبيرونس حاطين في مخهم اللي كونوا التيتر هذا، معناها ما لازموش يخسروا دو تيتر في جمعه، بريسيون كبيره على الترجي التونسي. انا دسفيقسي مازال معناها مازال حتى تحذيرات، معناها ما نتصورش كبيره، بس عم تحذيرات كبيره، لكن خاطر مازالت الموسم مازال ما بداش، والوقت معناها مازال عندنا على بريسك شهر ولا قداش على الشامبيونا، معناها ماتش دو بريباراسيون بالنسبة للجمعيتين الزوز، مي راهو تيتر، ديما نقولوا تيتر سلام، معناها لازم يعطي 100%، ميم حتى كي تقول لي أنت بريباراسيون كما قلت أنا من الأول، مي يقعد ديما تيتر. سي المنشي، الشيء اللي نستغرب به في زوز فرق فريمون من طراز عالي هو البريباراسيون وقتاش بدات. كي تشوف أنت الترجي الرياضي التونسي يوم 5 بدا راضي جعايدي، معناها أول حصة نتاعو، سوليناس بدا يوم 15 أوت، دونك بريباراسيون هذيا افيك لي سوبر كوب، وتشوف ليكيبات الآخرين اللي معناها كيفاش حضروا أرواحهم قبل فترة كبيرة، معناها المدرب الأول ما كانش موجودين في الفرق الزوز. حاجة أخرى اللي النادي الصفاقسي هذه الثالث سوبر كوب، لأن بعد 1985 خسرت بضربة الجزاء ضد أولمبي البيجي كانت تتفكر، والسنة لا ماهيش مولود وقتها مش نتفكر، والسنة لا تتفكر على ليستوا، والسنة الفارطة مع ضد الترجي الرياضي التونسي، معناها بركة لا ترشيح. زاد نفس الشيء هو ديما يقولوا راهو جامي 203 على الواحد، لكن ينجموا يقولوا الكلمة الأخرى دو سي ترو، تروا سي اسي، دونك نجم اليوم الحاجه اللي ممكن افونتاجي بارابور على التغييرات اللي صارت في الترجي وفي النادي الصفاقسي، الفريق اللي باش يكون جاهز اليوم بدنيا وفنيا هو اللي يكون عنده ان افونتاج حتى بسيكولوجيك او نيفو دو ديبي دو ماتش، لان شفنا احنا توا برشا فرق كما تشوف الترجي الرياضي التونسي اليوم، من يعمل في الانتدابات في الترجي الرياضي التونسي اليوم؟ من انا نقول يلزم الترجي الرياضي التونسي اليوم، جماهير الترجي الرياضي التونسي يلزمها تصبر على فريقها، لان باش يتعدى بظروف صعبه وصعبه جدا. اليوم النادي الصفاقسي غادروهم لاعبيه من طراز عالي، لكن اللاعبيه هذوما اللي غادروا النادي الصفاقسي بظروف، لان ثم الامكانيات ماهيش موجوده، وغادروا ثم بريسك 10 جورات من كل فريق. اليوم نقطه استفهام اليوم انتدابات ملاعبيه جيل الترجي الرياضي التونسي والتخلي على طه ياسين الخنيسي، نحبوا ولا نكرهوا. ثاني حاجة اللي المردود نتاع الملاعبية هذية كيفاش تصير الانتداب نتاعهم، سي بور سا كو اليوم الفرق نتاعنا مش على خاطر سيف ولا كمال زعيم، كمال هادي زعيم حقا تحية ليه كمال، تحية لخويا كمال. بون كمال كان بحثنا الجمعة اللي فاتت خذا اتحاد بن قبدان، تصور سيف باش ياخذ بلاصة أخرى إن شاء الله. وجهه مبروك، أنا المشكلة وجهه مبروك، وجهنا مبروك، لأن احنا قلنا استغربت أنا التخلي على كمال زعيم بعد النتائج اللي عملها في اتحاد بن قبدان.
السودان في ليلتها الحمد لله ربي خذا الفريق. لكن اليوم مش كسوا سيف ولا تشوف الاخلاق في الملعب واخلاق خارج الملعب، هذوما الناس اللي نجموا نستفيدوا منهم. لان اليوم راهو اذا كان اليوم المشكله الكبيره مع رؤساء الجمعيه مع كامل احتراماتي لهم والتحيه نتاعهم تحيه لهم، لكن اليوم قاعدين يحطوا في ناس مش على الكفاءات نتاعهم، يحطوا فيهم باش كل كلمه تتقال سي بارول ديفانجيل، معناها كلمه مقدسه. اذا كانت تحط الناس اللي عندها الكفاءات راه باش تخدم جمعيتك لمصلحه جمعيتك. مي مهم برشا لان اليوم راه اولادنا اللي كانت يعمل كارير، شوف في اوروبا، شوف في اوروبا مش حاجه كبيره برشا. شفت يونج بويز اللي ربحت ريال مانشستر يونايتد، بارك الله فيك مانشستر يونايتد الجمعه اللي فاتت، انا نوريك دي فيديو. احنا ليكيب نتاعي 1985 اون ايتي 10 فوا بلو فور كو سيت ايكيب. لان اليوم تحط الشخص المناسب لمكان المناسب. اليوم هل يعقل كسوا الترجي ولا الفرق الاخرى، وشفنا النادي الافريقي شنو هو الظروف اللي تعدى بها، هل يعقل اليوم تندب لاعب ما عندوش مستوى باش يلعب في فريق اسمه ترجي الرياضي التونسي ولا النادي الافريقي؟ والكوره راهي تغيرت من عام 2015 وقت سليم الرياحي بعد التيتر المستحق نتاع النادي الافريقي قال ما عادش يهزوا معانا حتى شيء. الانتدابات نرجع بعد شويه. كيفاش تشوف اليوم ماتش فاضل؟ بون سيف تحدث قال ماتش ديبيوت سيزون، والماتش ديبيوت سيزون سي نورمال باش يبدا صعيب، معناها زوز ايكيبات ماهو ساهل. الترجي بون سبق انه لعب الفينال الاول كونتر المستير، لكن زاد كيما قال ثم بريسيون على الترجي انها ما لازمهاش معناها تراتي الدوزيام فينال سكسيسيف هذيا، لكن زاد ثم بريسيون اخرى على النادي الرياضي الصفاقس اللي هو اخر سوبر كوب عملناه لعب ضد الترجي الرياضي التونسي، كان خسر السوبر كوب. هو سكسيسيف عملها ما هزت سوبر كوب، ما هزتش قبل سوبر كوب، كانت يمكن عملناه اذا كان اللاعب الشاب عبد الله العمري كان سجل الضربه معناها الترشيحيه الاخيره كانت تيتر وقتها يكون في صفاقس، لكن تقلبت الايه بعد تالي التيتر مشى للترجي الرياضي. دونك كيما قلت لك البريسيون باش تكون على زوز ايكيبات، خاصه وانه ماتش ديبيوت سيزون معناها توا اللي معناها الملاعبيه ما توصلش 100% الفريشور فيزيك نتاعها، نتخيل معناها ال 50-50 باش يدخلوا لزوز ماتشوات، لكن اللي باش معناها اللي يمكن العامل اللي باش يكون حاسم في المباراه هذه هو كيما نقولوا لي بتي ديتاي كيفون لا ديفيرونس، معناها يمكن جزئيات صغيره معناها في الماتش هذايا باش تظهر معناها في الاخر شكون الشامبيون تاع السوبر كوب. النادي الرياضي الصفاقس يتعدى بيريود ترانزيتوار كيفو كيف الترجي، ثم برشا ملاعبيه كما قال سيمونجي غادرو النادي الرياضي الصفاقسي، سوكاريدو عزمي غوما معناها محمد علي منصر محمد علي جويني العديد تقريبا نفس الكاز، وجمعيات برشا خرج وبرشا جاء وجوز مدربين جدد، 12 ملاعب يخرج من النادي الرياضي الصفاقسي، ثم ملاعبيه جدد انتدبهم النادي الرياضي الصفاقسي، ثم اللي باش يكون اليوم موجود معناها في التشكيله جديد معناها كما نقولوا مثلا العراقي الحسين علي، ثم ملاعبين نجموا يكونوا على البنك كيما زوز جزائريين مليك رياح ولا هشام النقاش. دونك كيما قلت لك المحمد علي محمد امين الحمروني اليوم باش يكون تيتيلار بور ان بريمير في مباراه رسميه مع النادي الرياضي الصفاقسي، هو ولد النادي الرياضي الصفاقسي، عدى سيزون كبيره مع بنقردان عملناه، عدى عملناه سيزون باهي مع بنقردان، وتقريبا معناها الماتشوات الكل لعبهم في البطوله الوطنيه كان بازياء غير ازياء النادي الرياضي الصفاقسي، كسوا مع قروان مع بنقردان معناها ريزوتري. دونك كيما قلت لك الزوز في رك تعداو بيريود ترانزيتوار. اليوم انا نتخيل شخصيا اذا كان معناها ثم عامل باش يحسم المباراه هذه، لا قوه الترجي ولا قوه النادي الرياضي الصفاقسي، هو لي ديتاي، يمكن ديتاي صغيره باش تكون معناها هي الفاصله في المباراه هذه. باهي خلينا نحاول نركزوا في حديثنا في الجزء الاول على الترجي، الجزء الثاني ان شاء الله نحكيو اكثر على السي اس سيف. الماتش اللي فات اول حابين نستنينا برشا نشوفوا ترجي فيرسيون رافي الجعايدي، ما مشاتش برشا الامور ظهر الماتش اللي فات، شنو كيفاش شفتوا؟ خلينا ناخذ رايك في الماتش اللي فات وشنو لازم يصلح بارابور الماتش اللي فات اليوم رضي الجعايدي. اكيد كما المكشخين الكل ظهر لي بعد قدوم رضي الجعايدي، الناس الكل تنتظر ومازال ننتظر الحق، معناها ماهوش هو جاب عصا سحريه ديريكت باش يجي يبدل لعبه الترجي ولا باش يجي يعمل ايكيب كبيره ديريكت من الشهر الاولاني، سي فغي اي انترنور لازم تعطيه الوقت، لكن زاد تعطيه الملاعبيه زاد هذيك المشكل في الميكرو سايب. اي المشكل الكبير هو اللي برشا ملاعبيه معناها كنا انتدبناهم وكنا ثم جماعه ثم لاعبيه زاد مشاو، لكن نتذكر تروح مستير معناها كي تشوف معناها اللي تاع اللي كان فيها الملاعبيه فيزيكمون كانوا معناها فاسون تعبوا برشا في الماتش هذاك سورتو معناها حبوا يرجعوا في السكور، لكن هذيك هي الكوره معناها ماتش تنجم تخسر هذا مش نهايه العالم باش ترجي تخسر ماتش هذاك، لكن تو ديما نحكيو ديما على جديد تو على الماتش اليوم اللي هو ماتش صعيب، ماتش كونتر ايكيب كبيره، ما نساوش السي اس اس معناها
ديما تقعد ديك الجمعيه الكبيره اللي تحب تكور اللي تحب تفرج ميم حتى اللي الانترنت نتاعها جديد والملاعبيه جديد لكن عندها الطومبون نتاعها نتاع الملاعبيه يحب يكور وشفنا عاملين السوبر كوك اللي تعدى معناها ماتش مزيان لكن رادي جعايدي هنا قاعد يخدم في خدمه كبيره لا رمي ورود لا شيء معناها انسان بروفيسيونيل انسان خدم برشا في 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 انجلترا عنده شهيد اللي لازم لكن نعطيه شويه وقت نعطيهم لاعبين زاد سلام الحق معناها كنا نحكي تو حتى على الانتدابات من المسؤول وشكون المسؤول هذيك تو من بعد نشوفوا احنا شكون المسؤول لكن نعطيني الكاليتي تاع الملاعبيه اللي تجي هكا ولا مش في قيمه الاجل اللي جاي وصيف لا لا احنا مازلنا ما نجموش نحكموا تو اكيد ما نجموش نحكموا على ملاعبيه مازالوا عندهم ماتش ولا اثنين في ساقيهم لكن اللي موجودين تو ان شاء الله ما يكونوش كما صار لنا مع 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 انتدابات اخرين اللي كلمنا وفي البلاتوات وفي الراديو قلنا راهم لاعبيه هذوما مش يعطيو للترجي التونسي راهو مش يعطيو نتصور ثم برشا ملاعبيه عملناه اللي خذاو حظهم اكثر من اللازم اللي كنا نجموا نطلعوا بهم لاعبي ولا اثنين ولا ثلاثه من اللي جان باه ظهر لي راضي شفناه معناها حتى في الفكتيف نتاعو بارابور عملناه وبرشا ملاعبيه صغار برشا ملاعبيه صغار كي تشوف ما بين 18 وال22 وال23 عن فكتيف باهي نتاع صغيرات يعمل عليهم لكن الترجي التونسي ما تصبرش وجمهور الترجي التونسي ما يصبرش والترجي التونسي كي تخسر لك دوزيام تيتر راهو مشكله كبيره هذا قلتها سي سور كما قال خيان الكل راهي بريسيون كبيره على الترجي التونسي اكثر لكن الترجي التونسي لازم يعرف شنو يعمل سورتو ماتش اليوم خاطر بالرسمي الماتش اليوم صعيب ولازم يتربح معناها صحيح كل واحد 50 50 نحكي كترجي مع كمحب للترجي لازم ماتش اليوم لازم يكون معناها كونسنتري 100% لي جوار كل الشيما تكتيك بدنا نحكي وبدنا نحكي في الديتاي من بعد راضي ماتش ثاني بزارو هو معناها نشوفوا زهر معناها عنده دو تيتر في جمعه ولا في جمعتين تلعبوا المينيموم يلزم يربح منهم واحد.